مساء الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ كيف نية الشهر معاكم؟ كيف خلفية الجوال؟ كيف الفيلم؟ شفتوا الفيلم ولا لسه؟ اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم بليز، لأنه قريب راح نناقش الفيلم. طيب صديقتي تسأل، بما أنه نيتنا هذا الشهر هي تطوير الجسد المشاعري، تسأل تقول إيش العلامات اللي تدل على أنه الجسد المشاعري متطور؟ خلونا ندردش وخلني أقول لك أبرز 10 علامات تدل على أن الجسد المشاعري متطور. أبرزها بس مو كلها، ها؟ يلا. أول شيء أنه يشتغل، لأنه مو كل الناس أصلاً يشتغل جسدهم المشاعري، مو كل الناس. في بعض الناس جسدهم المشاعري سقط بسبب من الأسباب، صدمة، في مشكلة، المهم سقط. وفي بعض الناس في الحياد، فبالتالي يشتغل الإيجاب بس ما يشتغل السلب. فأول علامة تدل، تعطيني إشارة على الأقل أنه ممكن أنه هذا الجسد المشاعري متطور، أنه يشتغل في السلب والإيجاب، يشتغل طول الوقت. العلامة الثانية هي علامة مهمة، أنه القرارات تتخذ من الجسد المشاعري ومن الجسد الفكري. القرارات الرئيسية في الحياة تتخذ من الجسد المشاعري، والجسد الفكري بس يعني للتفاصيل اللي تحتاج فيها انك تستخدم عقلك. العلامة الثالثة انه لا يعلق في شعور، يعني لا يصير متورط في انه عالق في هذا الشعور، حتى لو كان ايجابي، فضلا عن انه سلبي اكيد راح يكون الوضع يعني سيء. فبالتالي اذا الشخص يتورط في شعور ولا يقدر يغير هذا الشعور سواء إيجابي أو سلبي، أنا عندي مشكلة. وإذا كان يستطيع أن يسوي سويتش كذا في أي لحظة للسلب والإيجاب، معناها هذا متطور أو علامة من علامات التطور. 4. أن يفهم مشاعر الآخرين، يعني يكون الجسد المشاعري عنده القدرة على الاتصال مع الأجساد المشاعرية الأخرى وبالتالي يفهمها، كأنه كذا يسوي وصلة يقدر يحدد موقعها ومكانها في الخريطة ويفهم درجتها سواء كانت إيجابية أو سلبية. شوف، لاحظ حولك، كثير من الناس تقول ما حد فاهمني، ما حد حاس فيني، الناس ما عندهم إحساس، ما عندهم شعور، ما حد يشعر فيني. فيدل أنه كثير من الناس هم مو قادرين يتواصلون مع الجسد المشاعري الآخرين، فما يحسون فيهم، ما يشعرون فيهم. 5. أنك تعيش الشعور الإيجابي أغلب وقتك، مو كل بس أغلب الوقت الشعور السائد هو شعور إيجابي. 6. يمرر الشعور السلبي، يعني يجي الشعور السلبي ويخليه يمر ويمشي، هذا الحالة فن. 7. أن هذا الجسد يكون متوسع، وعلى أقل تقدير أنه يتوسع كل 9 أشهر، وأقصد أنه يتوسع أنه يحصل لشعور جديد أو مرحلة من مراحل الشعور مختلف أو عمق مختلف. المهم أنه في امتداد طولي أو عرضي. 8. يدرك الشعور السطحي والعميق، بمعنى أنه أنا أعرف أنه هذا الشعور عميق وهذا الشعور سطحي، لأنه بناء عليه أعرف وين أشتغل وأعرف وين أركز، وأعرف وش الشعور اللي أختاره لما أبغى أطلع فوق، وش الشعور اللي بيطيحني لما أتورط. 9. أن يدرك المشاعر المسببة للمشكلة الحياتية اللي هو يعيشها، يعني لو عندك مشكلة تقدر تقول الشعور الفلاني هو سبب هذه المشكلة. 10. أن يعرف خريطة المشاعر، بمعنى أنه عارف كل اللي قاعد يصير حاليا في الجسد المشاعري، وعارف الطبقات، وعارف وين العمق وين السطح، وعارف وين التداخل، وعارف كل هالتفاصيل. طيب الآن بعد ما استعرضنا علامات تطور الجسد المشاعري من 10، كم تعطي نفسك علامة ان تطور مشاعريا بناء على الكلام اللي قلناه؟ عطني تقدير.